السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيم. طبعا في البداية تحياتي لحضراتكم جميعا، وتحية طبعا خاصة لإخواتنا المسيحيين في كل مكان بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعود عليكم الأيام يا رب الصحة والعافية ودايما سعداء. اسمحوا لي في البداية أذكر كل أصدقائنا وحبايبنا بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. كل حاجة إن شاء الله إحنا بنعملها في البرنامج بنعرضها من خلال الصفحة بتاعتنا، علشان حضراتكم تقدروا تدخلوا على الوصفة مباشرة تشوفوها بتتقطع كل وصفة لوحدها، لكن كمان لينك الحلقة بينزل كامل، وده برضو بناء على طلب حضراتكم، عشان أي مداخلة أو أي كمان فقرة بتكون خاصة معانا بالشعر والجمال تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. بالنسبة لصفحتي الشخصية بننزل عليها أي حاجة لكن كتابية، يعني الوصفة مكتوبة، لأن احنا ما بينفعش نعمل ده من خلال صفحتنا على قناة المحور، وده طبعا بالاشتراك ومساعدة السوشيال ميديا من خلال قناة المحور، بشكرهم شكرا جزيلا. في البداية اسمحوا لي أذكر حضراتكم أن معانا جروهي، منتجات جروهي، وصلني يعني شكر حضراتكم، وطبعا بشكركم عليه جدا على الصفحة، على الهدايا اللي قدمها جروهي بمناسبة رأس السنة، وايضا اعياد اخواتنا المسيحيين هتوصل لهم ان شاء الله، بس هي في ناس في يعني في اقاليم فبتاخد وقتها، لكن اللي وصلت الهدايا ليهم انا بشكركم جدا والله، يعني ميرسي، وبشكركم ان انتم تبقى تجربه ليكم لطيفه مع المنتج، وان شاء الله تقولوا لنا برده رايكم بصراحه. بذكركم ان معانا جروهي منتجات مصريه، لكن في ضمان بيبدا من سنه لحد 3 سنين على كل منتجاته الموجوده، موجوده طبعا في كل الهايبرز، وموجوده في الاسواق، وموجودة كمان في فروعهم اللي هتنزل معانا على الشاشة، حضراتكم تشوفوا أقرب فرع ليكم إن شاء الله. في افتتاح فرع جديد قريبا، هيكون فرع شبرا على شارع شبرا الرئيسي، نعرف حكم منتظرين، ولكن هيكون على عيد الأم بإذن الله، نحتفل بيه مع بعض، وإن شاء الله ربنا يقدرني أكون موجودة في اليوم ده. دي فروع جروهي تقدروا تتواصلوا من خلالها لأقرب فرع خاص بحضراتكم. في أي مشكلة بعتولي أنا مع حضراتكم على الصفحة، لو في أي حاجة بنتواصل مع بعض وما تقلقوش، إن شاء الله يعني متواجدة معاكم. النهاردة إحنا هنعمل حاجات لطيفة جدا سريعة، ما زلنا برضو لسه في أسبوع الأعياد، فإحنا مش عايزين ننسى الحلويات، لكن هنعمل صنف لطيف من يعني الحادق، هنعمل الستاك بصوص المشروم والفلفل المشوي، هيبقى لطيف وسريع. هنعمل كمان البسكويت الكوكيز الكريسماس بس بشكل لطيف قوي كده على شكل الكانزي كان بتاعة بابا نويل، هيبقى لطيف. هنعمل حاجة سهلة، بسكويت بسيط جدا بيتباع في الأسواق وبنشتريه، لكن هو سهل قوي، بيتعمل بعجينة الباف بيستري، أنا جبتها جاهزة، هنعمله ما بياخدش 5 دقايق ويبقى عندنا بسكويت لطيف والفكرة لينا. لكن قبل ما نبدأ في أي حاجة اسمحوا لنا نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نبدأ في أول وصفاتنا، مستنية حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، هنبدا دلوقتي نقول اول وصفه معانا هي الستاك بصوص الفلفل، وهنضيف معاها شويه مشروم لو احنا عندنا مشروم مفيش مشكله، لكن الفلفل ده فلفل الوان وفلفل اخضر بس مشوي، يعني شويناه يا اما على عين البوتاجاز يا اما في الفرن. هنقول ازاي، بس اقول الاول المقادير. اول حاجه عندي كيلو طبعا شرايح الستاك، احنا بنطلبها من الراجل، شكلها هتشوفوه دلوقتي حالا. عندنا بصل مفروم وفلفل اسود ومرق لحمه حوالي كوبايه او كوبايه ونص على حسب كميه اللحمه يعني. طيب عندي 3 معالق كبار من الزبده، في زيت وبستخدم زيت الزيتون، وممكن نستغنى عن الزبده خالص ويبقى زيت زيتون بس فقط مفيش مشكله. نص كوبايه من المشروم، كوبايه من الميه، نص كوبايه من الكريمه، حبه فلفل اخضر حار، دي اختياري للي يحب، للي مش عايز هيحط فلفل الوان، هنضيف بس فلفل الوان مشوي معاها بعد اذنك يا شمس، وملح، و3 معالق كبار من الصويا صوص. هنقول تاني، عندي شرايح اللحمه الاستاك، عندي بصل مفروم، فلفل اسود، مرق لحم، زبده وزيت، وعندي نص كوبايه من المشروم، كوبايه من الميه، نص كوبايه من الكريمه وكريمه الطهي او كريمه اللباني. انا عايزه اقول لكم ان انا بستخدم الاثنين في واحد، يعني بستخدم الحلو في الطبخ، اهم حاجه انها ما توصلش لمرحله من الغليان والسخونيه انها تعمل زبده، والاثنين بيستخدموا، عشان في ناس حرام لما بتشتري بتاعه الطهي بتتخيل ان هي مش هينفع، ما تعرفيش تعملي منها فعلا ويبنج كريم، بس لو جبتي ويبنج كريم واحتجتيها في اي وقت تعرفي تعملي منها كريمه، والاثنين ينفعوا عشان بس نبقى واضحين يعني. طيب حبه فلفل اخضر حار دي اختياري، قلنا ملح وصويا صوص، وطبعا ممكن يبقى فيه كمان معلقه من الثوم،
ما فيش مشكلة خالص. طيب انا بسخن بس هنا الطاسة او الجريل. التوم بيدي نكهة حلوة، ممكن يبقى توم باودر او توم فريش، ما فيش مشكلة. فاحنا هنحتاج مثلا، خلي دي مثلا هنا كده. اول حاجة هعملها هتبل الستاك ده بملح وفلفل وبهارات لحمة. طيب بسم الله، اهو عندي كده الملح والفلفل. معانا مريم، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظيمه، ازيك حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي، مصر كلها بخير. امين بخير يا رب. امين يا رب. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله حبيبتي، تسلمي. انا بشكركم جدا جدا على ايه؟ جدا على الهديه الجميله اللي انتوا بعتوها لنا حبيبه قلبي. كفايه ان كنتوا يعني جبتوا لنا لغايه باب البيت حبيبتي. ديت يعني ما حصلتش في اي برنامج يعني. يا حبيبتي تسلمي، يا رب تسلمي. انتوا تستاهلوا كل خير والله، وغاليين علينا، وانتوا اصدقاء برنامجنا الغالي، واحنا يعني ما نقدرش ان احنا لازم تجربوا المنتجات. وان شاء الله يعني على عيد الام هيبقى برضو لينا، الامهات حبايبنا هيبقى ليهم برضو نصيب كبير. الله يخليكي حبيبه قلبي، متشكرين جدا جدا. تسلمي. وبشكرك، بشكر كل البرنامج يا حبيبتي. تسلمي يا مريم، يا رب تسلمي حبيبتي، تحياتي ليكي وبشكرك على ذوقك. بصوا انا هحط بس رشه ملح وفلفل. طلعت ايه من هنا يا احمد؟ طيب كده رشة زيت زيتون، وهنحط برضو بهارات اللحم عادي جدا. بس انا خليني الاول هنا اشوف الحرارة اخبارها. سخنت شوية، حط نقطة زيت زيتون. وبعدين هحط الايه لاستك. بسم الله. وهسيبها شويه لما تاخد العلامات وتبدا، مش هقلبها يعني، ما احاولش ان انا احررها ابدا يعني، اسيبها تتشال من الجريل. هخليها زي ما هي لحد ما اجي انا اهزها، احس انها سهله في الخروج معايا. طيب خلي بس دي هنا، وانا هسيبها كده. ونبدا بقى نعمل ايه، نجهز للصوص. انا عندي الفلفل. اول حاجه عملت ايه، جبت فلفل الاحمر والاصفر او الاخضر، اللي يعني الفلفل اللي حضراتكم بتحبوه. اخدت الفلفلايه، ويا اما على عين البوتاجاز الغاز يعني، لما تاخد اللون تتحمر خالص كويس، وبعدين اخدها احطها جوه كيس نايلون واقفلها. ليه؟ عشان البخار اللي هيطلع منها هيسهل عليا اشيل افصل القشره عن الجلد بتاع الفلفل. يا اما الحاجه الثانيه ان انا اخدها في الفرن، رشه من زيت الزيتون جوه فويلايه، وادخلها جوه في الفرن تتشوي زي ما بنعمل بالظبط في البتنجان بتاع بابا غنوج. وبعدين هتبدا برضو اعمل احطها جوه كيس او اغطيها بكلانفل عشان تطلع البخار، يساعد ان انا افصل الجلد او القشر بتاعها عنها. بعد ما فصلتهم فرمتهم وخليتهم كده، انا عايزاهم يبقوا يدوا طعم التدخين شويه في الصوص. وده فلفل الحامي ولكنه اختياري يعني، انا مش اهو بصوا بقى، انا دلوقتي بهزها بقت تمام ان انا اظبطها جوه البان. خليني اشوف الشوكه كده. ميرسي. شوفي الملقاط اللي احنا بنشيل بيه احنا اهو كده على الناحيه الثانيه. كل شويه هاخدها واروح قلبها، كل شويه كل دقيقتين هروح واخدها وقلبها، وهكذا لحد ما تبدا تبقى تمام. تسلمي. وبعد كده هشتغل في الصوص بقى جنبها. عشان اعمل الصوص هبدا بقى اشتغل فيه على الثوم والبصل ومعلقه زيت زيتون. لو عايزين تحطوا معلقه زبده اوكي. هاخد بقى البان هسخنها وهشتغل في الصوص هنا لوحده. وبعدين لما اللحمه تبدا تبقى خلاص داخله على السوا قوي، هبدا ادخلها جوه الصوص بتاعي تكمل بقيه سواها. وكده هتبقى الدنيا لطيفه، وهو ما بياخدش وقت على فكره يعني، من الحاجات السريعه برده. المهم نوعيه اللحمه، نوعيه اللحمه برده اكيد بتفرق جدا في التسويه. طيب هسخن برده البان هنا، وهحط برده زيت زيتون، وبعدين معلقه من الزبده للطعم. لكن انا ممكن برضو ما احطهاش. ليه؟ لان انا عندي كريمه، فالكريمه برضو كافيه جدا ان هي تدي تيست حلو. اوكي
احط بقى، انا حطيت رشه ملح وفلفل ورشه كمان، مش هزود لان انا هحط صويا صوص فمش عايزاه يتملح زياده اهو. وبعد ما يستوي شويه كده اروح قلبه تاني على الوش التاني، تفضل اللحمه في معادله كده بين السوا من ناحيتين لحد ما تبقى تمام. طيب هبدا هنا اهو بسخن علشان اعمل الصوص بتاعي، احط له البصل المفروم، الثوم، شوحهم شويه مع بعض، بعدين ابدا انزل بقيه الحاجات كلها لحد ما اللحمه دي تبقى تمام. ممكن بقى بعد ما الصوص ده يغلي شويه اخده اصبه على اللحمه. ليه بقى؟ علشان اللحمه دي بتنزل كده بتدي لون اولا الاحمر بتاعها، تحمرها، الصوص كله بتاع اللحمه نزل هنا، فانا عايزه استفيد منه يعلي التيست عندي، فانا هحطه على هنا. ويبقى هو ده الحاجه السريعه جدا للاستاك. طبعا في منه انواع، لكن انا حاولت اعمل بالفلفل لانه مش بنلاقيه بره كتير. احنا دايما متعودين على البيبر صوص اللي هو بالفلفل الاسود المجروش، اللي بنجرش فيه الفلفل ونبدا نحط الاستاك عليه وبعدين نحمره وهكذا ونعمل الصوص، لكن ما جربناش الفلفل الالوان او الفلفل الفريش، فخلينا نجربه المره دي. بس هو طعمه حلو قوي بجد يعني. طيب اهو هقلب برده كده مره ثانيه الناحيه الثانيه. طبعا نحط بهارات لحمه مفيش مشكله خالص، ممكن يبقى لو عندي كمان مرق اللحمه هيبقى لطيف اهو. هقلب تاني، هفضل كده لحد ما اخلص الصوص عندي اهو. اوكي هنا هحط بقى البصل، خليني كده بسم الله، مش عايزه احط كتير. وعندي فصين ثوم مفرومين، وهاخد واحده من تشالي الفلفل الاخضر ده، ممكن يبقى مفروم خالص ما يبانش، بس انا هحط منهم واحده. خليني بقى ايه اقلب كده مع رشه الملح والفلفل خفيفه بس عشان البصل ينزل الميه بتاعته، يبدا يساعدني في انه يتحمر اسرع. اوكي وشغاله في اللحمه الناحيه الثانيه عادي جدا. هو من الاطباق السريعه برضو جدا يعني، ما بياخدش وقت. هي الفكره في تسويه اللحمه، زي ما اتفقنا نوع اللحمه هو اللي بيفرق. معانا مدام سهام، يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا عزيمه، كل سنه وانت طيبه. مساء الخير على عيونك يا مدام سهام حبيبتي. ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله حبيبتي، وانا متشكرين قوي على الهديه دي والله، متشكرين قوي فعلا. تسلمي على ايه يا فندم؟ وبنشكر شركه جروهي برضو على على المعامله الكويسه بتاعتهم. الله يخليك يا فندم، ان شاء الله كل حاجتهم ممتازه والله يا عزيمه. طب الحمد لله الحمد لله، احنا جربنا الحاجه لقيناها ممتازه. الله يخليك يا فندم، يا رب يبقى عند حسن ظنكم دايما. تعيشي يا حبيبه قلبي يا عزيمه. تسلمي تسلمي يا مدام سهام. قولي لي يا عزيمه، اتفضلي قولي لي اللحمه دي عملتيها ازاي؟ حاضر من عينيا، عشان انا ما شفتش من عيوني. وبعدين عايزه ابعت تهنئه لاخواتنا المسيحيين. اتفضلي. طبعا ابعت تهنئتي لام مايكل. أيوة. ومدام رورو اللي هي مدام روحيه حبيبتي، وبقول كل سنه وانتم، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ايوه ام مجدي ومدام ميرفت في الصعيد. ايوه بقول لهم كل سنه وانتم طيبين حبيبتي. ومدام جيجي في عين شمس، ومدام ميري. ايوه وام جوزيف. ام جوزيف وكل اخواتنا المسيحيين، وربنا يجعلها سنه سعيده علينا. أمين. وعليهم يا رب. امين يا رب العالمين. تسلمي يا مدام سهام حبيبتي، تسلمي، يسلم ذوق حضرتك. ان شاء الله يا رب يكونوا سامعيننا ونسمع صوتهم كمان. طيب احنا كده قلبنا. انا عملت ايه مدام سهام؟ انا جبت اللحمه ما عملتش فيها حاجه، اني حطيت رشه ملح وفلفل ورشه من البهارات اللحمه، معلقه زيت زيتون واحده عملت على الناحيتين ومسحتها كده، حطيت نقطه زيت واحده زيتون في الجريل، ورحت عامله ايه، نزلت اللحمه فيها، سبتها شويه لحد ما بدات تتماسك من تحت ويتغير لونها، وابدا اهز الطاسه وتتحرك معايا عادي، وكل شويه كل دقيقه او دقيقتين اقلب اللحمه بتاعتي، ما عملتش حاجه. هبدا بقى اجهز الصوص هنا اللي انا عايزه اعمله او احطه لها. ايه هو؟ عباره عن ايه؟ حطيت برده معلقه من زيت الزيتون، وجبت شويه معلقتين ثلاثه بصل مفروم، عليهم معلقه واحده من الثوم المفروم، عندي فلفل حار وده اختياري، لو حضرتك مش حابه ما تحطيهوش، لكن انا عاملاه قصد بالفلفل الفريش الالوان لكن مشوي، ما حبيتش استخدم الصوص بتاع الفلفل الحب الاسمر، حبيت اعمله بالفلفل الفريش. فانا دلوقتي بشوح اهو تشويحه، وبعدين هضيف المشروم، ياخد مع الثوم دايما لازم، لو المشروم فريش برضه هحطه في المرحله دي، بس اهم حاجه عصره ليمون واحده مع رشه الملح والفلفل. ها
خلاص لانه بياخد وقت اكتر شويه في السوا. نعم اوكي. حاضر اكيد هيحصل كده. طبعا احنا كمان لازم الناس هنا تجرب من عينينا بس كده. احنا بدينا بقى المشاهدين عن نفسنا لكن ان شاء الله هيبقى لهم نصيب اكيد. طيب هنعمل كده. الفلفل اللي احنا عملنا فيه ايه بقى؟ قلنا شويناه ازاي؟ يا اما على الغاز على عين البوتاجاز، قعدت مسكت الفلفله ادورها يمين وشمال لحد ما مش اتحرقت يعني القشره بتاعتها خلاص. وبعدين يا اما في الفرن برشه زيت زيتون جوه ورقه فويل واسيبها زي البتنجان المشوي تتشوي جوه الفرن، وبعدين اخدها جوه كيس اغلفها او بكلينفول وابدا اعمل ايه؟ اسيبها شويه. طيب لحد ما نفصل القشره عن اصل الفلفلايه. طيب ناخد تليفون معانا ام اسلام. يا اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي. وحشاني والله يا عزيزي. وانت كمان يا ام اسلام ربنا يخليكي. الحمد لله. ربنا يخليكي حبيبتي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي. ربنا يخليكي حبيبتي ودايما يا رب كده ربنا يحسن ما بين ايدك ان شاء الله. امين يا رب تسلمي لي. ربنا يخليكي حبيبتي. عامله ايه في البرد ده؟ مش قادره اقول لك بصراحه. الجو وحش قوي. يعني اللي ما عندوش حاجه ضروريه زي حالتنا يقعد في البيت. ربنا يعينك يا تسلمي حبيبتي. تسلمي يا رب تسلمي. كنت عايزه اقول لك يا عزيمه، عايزه اهني كل اخواتنا المسيحيين النهارده. ايوه. عايزه اقول لهم جوزيف كل سنه وانت طيبه، ومدام سميره. ايوه. مدام سرايا من استراليا طبعا. أيوة. هي بتحبك قوي حبيبتي ربنا يخليك. مش قادره تتصل معاكي. معلش. بتتابعك طبعا. مدام روحيه كل اخواتنا الاباط اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حبيبتي. عايزه اقدم تهنئه ثانيه بعد اذنك. اتفضلي. لبنت خالتي دعاء صفوت شعراوي. ايوه. بتعيد ميلادها النهارده. كل سنه وانت طيبه يا دعاء. ربنا يخليك. عقبال مليون سنه. اقول لها كل سنه وانت طيبه وان شاء الله السنه الجايه كده ربنا يرزقها باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب. ان شاء الله باذن الله. وربنا يخليكي لينا كده دايما يا حبيبه قلبي. تسلمي. عايز اسالك سؤال بعد اذنك. الصنف اللي بتعمليه ينفع بالفراخ؟ ينفع طبعا طبعا. طيب الغدا عندك النهارده؟ الغدا عندي يا نور عينيا. انا اقدر. ربنا يخليكي حبيبتي. ربنا يخليكي لينا دايما ودايما منوره. الله يخليك دايما يا رب كده كل قناه المحور ربنا يخليهم لينا. امين. كل البرنامج. امين. تسلمي يا رب. كل سنه وانتم طيبين. هم كمان بيشكروكي والله يا ام اسلام اهو. تسلمي يا حبيبتي بحفظ الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب بصوا بقى انا هنا على اللحمه معلش هحط شويه الصويا صوص دول. كده شويه وهسيبهم. حط معاها كام فلفلايه معلش من الحر ده. الصوص هنا انا هو شغال عليه بس هي الفكره كلها هاخد بقى. خلي دول هنا، خلي الكريمه هنا. عندي بقى الشوربه هعمل ايه؟ هضيف شويه شوربه صغيره مع اللحمه تغلي فيها بس شويه يعني تساعد كده ايه اهو تغلي الاول كده وتتظبط مع بعضها. ده مرق لحم متدوب وانا اهو الخضار تمام. هو مش محتاج تسويه قوي بس محتاج ياخد من بعضه. اهي اللحمه هسيبها تغلي شويه مع بعض وبعد كده هبدا اقول لكم هنعمل ايه في المرحله الثانيه. لكن قبل ما اعمل اي حاجه اسمحوا لنا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي وصفاتنا. مستنيه حضراتكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. احنا خلاص انا كل اللي ضفته على الستيك حطيت الصويا صوص، حطيت عليه رشه بس من البهارات اللحمه ثاني وسبته كده يغلي مع شويه من الفلفل الحار لكن اختياري. هبدا بقى اخد شويه من الخضار اللي احنا عملناه ده هنضيفه هنا كمان. انا عايزه كله يبقى في نفس المكان اللي فيه اللحمه. هضيف كده كده خلاص. هرفع دي بقى علشان كمان الخضار ياخد من طعم الشوربه او المرق اللي احنا حطيناه من طعم اللحمه. الصوص اللي تحت اهو كده. وبعدين خليني احط دي هنا. هاخد بقى شويه شوربه تاني هزود حبه صغيرين قوي
يغلوا بس مع بعض كده غلو. انا عايزه اللحمه تبقى خلاص تمام داخلة على السوا. بص هو الستيك عموما ما بيحتاجش يستوي زي اللحمه اللي احنا بناكلها العاديه في الخضار، بيبقى فيه سنه كده يعني، هو بيبقى ولد عن كل حاجه بس هو في حته كده نوعيه قطعه اللحمه نفسها مختلفه. فهو بالانتر كات صح. لكن احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه، ان احنا ناخده نديله بس التسويه بنسبه 80%، ان ال 20% اللي باقيه هو هياخدهم من الحراره اللي في البان بتاعته. مش هت معانا مدام روحيه، يا اهلا وسهلا. يا حب ازيك يا عظيم حبيبه قلبي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب، ابعتي لي اللحمه دي بقى، ايه رايك بقى؟ من عيوني الاثنين. اجي انا واللحمه ممكن؟ يا ريت تتشرفين وتنوريني. تسلمي يعني والله. اقول لك ايه مدام روحيه، سعيده جدا ان اسمع صوتك النهارده. ربنا يخليك يا رب كده، كل سنه وانت طيبه، واقول لسهام على محبتها الحلوة لينا كده، والناس كلها ربنا يبارك فيهم يا رب، وكل سنة وهم طيبين يا رب فندم. يا ومدام أحلام وجوزيف مش عارفة مدام سمير، هنسمع صوتهم دلوقتي يا حبيبتي. ومدام سمير ربنا يخليهم يا رب كده، ويجعلوا عيد سعيد عليهم كلهم يا رب. أمين علينا وعليكم يا فندم يا رب بإذن الله. أنا شغالة في جروب النهاردة يا عظيم. والله ما شاء الله. طب يلا بقى، عايزين الحاجات الحلوة اللي هتطلع. هبعتها لك. خلاص يا سلام، ده أنا يشرفني. تسلمي مدام روحيه، تسلمي فندم. ربنا يخليك حبيبتي، ربنا يبارك لك. تسلمي حبيبه قلبي، تسلمي تسلمي حبيبتي، في حفظ الله يا فندم. مع الف سلامه. عايزين نسمع صوتكم بقى كتير، لان انتوا يعني بتوحشوني جدا. ام حماده رمضان، مدام سميره حبيبتنا، ام جوزيف انا عارفه عشان موضوع مامتها، لكن حبيبتي ان شاء الله يعني يبقى اللي جاي احسن، وكفايه ان هي كل الناس بتحبها، انا عن نفسي بحبها، وكفايه دعواتها الجميله اللي كانت بتديها لي. بصوا انا حطيت الكريمه اللون ده من التحمير بتاع الستيك نفسه اللي نزل، الصوصه اللي نزل مع الصويا صوص طبعا اللي احنا حطيناه. انا حطيت شويه من الكريمه، ضفت دلوقتي شويه بس من بهارات اللحمه ورشه من القرفه. لو حابين تضيفوا كمان رشه جوز الطيب اوكي، بس ما بنحطش حاجه تاني غير كده، لان هو من الحاجات اللي ما بتحتاجش توابل كتير، يعني هو الاستمتاع نفسه في نوعيه قطعه اللحمه مع الحاجات اللي حواليها. فاعتقد ان كده هيبقى لطيف. خليني اشوف طبق الرز، احنا عاملين رز ابيض بسمتي جاسمين، اعتقد ان هو هيبقى مناسب. يعني لو في بوله صغيره كمان يا احمد، احنا عملنا واحده كبيره اوكي لطيف حلو. خليني ايه ممكن يبقى كده، ونجيب بقى طبق ابيض لطيف للتقديم عشان نقدم فيه الستيك. قوي ماشي اوكي حلو، ده لطيف ريحته روعه. عايزه اقول لكم ريحه الفلفل المشوي كمان حلوه جدا. اما ضفنا البهارات مع رشه القرفه الصغيره دي ادت برده كده ريحه حلوه قوي، والصوص بتاعه حلو قوي كده. عايزين الصوص يبقى اتقل من كده شويه، هندي معلقه واحده صغيره من الدقيق. انا شايفه انه لا، لو هناكله مع رز عايزين الصوص يبقى شويه كده، هو برده مش خفيف، لكن اللي حابب يبقى يتقله عن كده شويه مفيش مشكله خالص. هاخد كده بسم الله. معانا ام جوزيف، اهلا وسهلا. شوفي يا شيخ عظيمه، اهلا بيكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. ربنا يخليك يا عمر، انت طيبه يا بنتي، ربنا يسعدك باولادك يا رب وحبايبك كلهم يا رب. امين حبيبتي يا رب. الله يخليك يا عمر، ربنا يديك الصحه، وانا بشكرك على اللي عملتيه، ربنا يخليك. على ايه على ايه، كلك حلو. اسلامي. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يخليك يا شيخ عظيمه، ربنا يديك الصحه، وبشكرك على الاكل كل اللي عملتيه ده لينا في يوم وكده، وربنا يديك ان شاء الله تاني وتاني يا رب. امين يا رب، وكل سنه وانتم طيبين يا حبيبه قلبي. ربنا انا بشكرك بس كل الناس اللي ساعدوا، ربنا يخليك يا عمري. تسلمي تسلمي يا ام جوزيف. سلامي يا عمري. سلامي يا حبيبتي. سلامي يا حبيبتي، اتفضلي حبيبه قلبي. سعداء بسمعوا صوتكم جدا جدا جدا، ربنا يجعله عيد سعيد على حضراتكم جميعا يا رب بجد. انا عارفه ان هم المفروض هيبقى بكره هيجتمعوا اكيد وهيحتفلوا باذن الله، لكن طبعا ما يمنعش ان احنا لازم نهنيهم. خليني هحطه هنا. النهارده بيروح يعني، هم النهارده هيروحوا بالليل
طيب ده الستاك اهو، تحياتنا والله ليكم جميعا والاخوة الاقباط في كل مكان الحقيقة يعني. هشيل بقى دول، هنبدأ بقى نبدأ في الوصفة التانية. احنا برضو حبينا نعمل حلويات عشان حضراتكم لما تحبوا يعني تعملوا حاجات حلوة، برضو بالنسبة لكم عيد فانتوا بتحبوا برضو زينا الاعياد، احنا مرتبطة بالاكلات الحلوة بالرومي بالبسكتس والكحك والحاجات اللطيفة جدا. خليني الاول ابدأ بالوصفة السهلة اللي تقدر نعملها من غير ما تغلبنا قوي ولا يبقى فيها عجين لينا. احنا جايبين العجينة جاهزة اللي هي الباف بيستري او عجينة الرقائق الهشة، بتتباع في السوبر ماركت، اما منها قطعة كاملة على بعضها زي دي مربعة، او اللي هي السلايدز الشرايح اللي بتبقى في باكت واحد. انا جبت القطعة الواحدة عشان انا عايزة افردها واعمل منها كذا طبقة فوق بعض. طيب نقول الاول المقادير، مقاديرها بسيطة وسهلة جدا، والحشو في النهاية يرجع لحضراتكم، الاختيار ليكم. الحشو اللي بتحبه ممكن تبقى شوكولاته، ممكن تبقى مربى، ممكن تبقى سكر وقرفه، ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى اي حاجه انتوا بتحبوها. طيب بسكويت الباف بيستري عباره عن لفه او باكت من الباف بيستري، انا هنا عاملاهم ثلاث طبقات لو هتعملوا نوعيه البسكتس اللي انا هعمله دلوقتي. نص كوبايه من السكر ومعلقه صغيره من القرفه او معلقه كبيره، عندي كمان معلقه مربى، وعندي صفار بيضه مع معلقه لبن او القهوه سريعه الذوبان، ده عشان اديها الوش. الفرن عندي سخن شغال، فرن ومروحه 180 عشان انا هبدا اشتغل في العجينه وابدا اعمل ايه، ابدا بقى ادخله الفرن على طول يبقى سخن. ما بياخدش وقت، حوالي 12 دقيقه تقريبا، لان هي العجينه سهله اساسا وبتستوي على طول من العجائن السهله يعني البسيطه. طيب هنعمل ايه بقى؟ هبدا بس انا مغلفاها هنا علشان ما تنشفش، وبعدين عامله فرده طبقتين منها هوريها برده لحضراتكم، وحاطه بينهم دقيق علشان ما يلزقش، عشان طبعا نظرا للوقت، وهفرد واحده بس مع حضراتكم عشان تشوفوها. حاطه بينهم فواصل، بصوا ازاي يعني رشه من الدقيق وحاطه فاصل. طيب معانا مدام سلوى، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، صباح الفل. ازاي حضرتك حبيبتي؟ ازيك انت، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب. بتكلمي علينا كتير واحنا بنسالك والله قوي قوي. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق والله. انا بحاول اتصل، ومره اتصلت وقالوا لي هنتصل بيكي وما اتصلوش، معلش. لا احنا اسفين، حقك علينا والله. والله عظيمه بيكي، وحشينا جدا جدا جدا. بس هقول لحضرتك أو احنا ما بنحبش نعطلكم على التليفون، لا جوزي يبقى فيه فاصل وهم ما حبوش يرجعوا لان الوقت كان هيبقى قليل جدا. انا مستعده استناك الحلقه يا حبيبي. تسلمي، تسلم يا رب وتعيشي. كفايه ان يعني وشك البشوش ده الله يخليك والله. الله يخليك يا فندم. بالنسبه للعجينه اللي حضرتك عاملاها دي، تنفع يعني نعملها بريك او البريك اللي بيقول عليه ده؟ ينفع تتعمل كل حاجه طالما هي عجينه سهله ومريحه. تسلم ايديك. تسلم يا حبيبتي. تردي بقى الرساله، انا بعت لك الرساله النهارده على الفيسبوك بقى. حاضر، من عينيا. ايه كل الكلام اللي كنت محوشاه يعني. يا حبيبه قلبي، من عيوني الاثنين. حاضر، جميل يا قلبي، شرفتيني ونورتيني. كل سنه وانت طيبه يا قلبي. حضرتك بالف صحه وسلامه. اتفضلي. بقول لك ايه يا حبيبتي، والنبي بنتي عايزه تسلم عليك. اديهاني. الو. ايوه، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا اسمي منى. منى، اهلا يا منى، ازيك؟ انا بحبك جدا يا روحي. وانا كمان يا حبيبتي. تخيلي يعني. تسلمي. ما بحبش اتفرج على اي برامج طبخ الا انت على فكره. يا نور عيني، ده شرف ليا والله يا حبيبتي. تسلمي. ميرسي جدا. ويعني تعملي لنا بقى حاجات اكتر من كده واحلى من كده، انت عيوني. كلك على بعضك حلوه يا روح قلبي. تسلمي يا رب، ميرسي لذوقك يا حبيبه قلبي. ميرسي جدا. ميرسي اني سمعت صوتك يا حبيبتي، شكرا. تسلم يا منى، باي باي يا روحي، باي باي. ميرسي جدا، ربنا يخليها لك يا رب. طيب انا هفرد كده، بصوا بقى. قوي. حاضر حاضر، انا هفرد كده، هسويها تبقى بشكل مربع. هستسمح حضراتكم بس في فاصل صغير ونرجع نبدا نكمل في بسكويت عجينه الباف بيستري. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. انا فرشت اول طبقه، هقول لحضراتكم هعمل ايه فيها. انا عندي مربى اي نوع تحبوه، هاخد كده شويه من المربى وبالمعلقه كده هحط مثلا هنا حبه بسيطه جدا، ده يعني اختيار، وممكن تبقى بالشوكولاته لو حضراتكم تحب. هفرش كده بس كده
حاجة تخلي السكر والقرفة اللي أنا هرشه تمسك في العجينة. خلاص كده اوكي، دي اول طبقة. وبعدين عندي هنا السكر، هاخد شوية منه على القرفة وكده اهو، وهبدأ ارش كده. هو حاجة خفيفة قوي، اللي مش حابب القرفة ما يحطش، ممكن يكتفي بمربى بس، بشوكولاتة بس كده. وبعدين هبدأ احط الطبقة تانية كده، وهسويهم ببعض يعني. هبدأ كده اهو، افرد كده، وهعمل الطبقة التانية فوقها نفس اللي انا عملته في الاولانية. خليني اخد شوية من المربى كده، طبعا المربى هاخدها عليها شوية مية صغيرين اخفها بيهم، ممكن تبقى على النار وممكن تبقى بمية سخنة، بس حتى لو فيها قطع كده مشمش، مش ودي مربة مشمش كده، وهعمل اهو، خلي قطع المشمش دي تبقى لطيفة جدا كده. وبعدين هحط طبقة تانية من السكر والقرفة على خفيف كده، وبعدين هحط الطبقة الأخيرة التالتة. أنا عايزاه يطلع عامل شكل معين، خليني أحط كده ده شوية دقيق هشيلهم. وبعدين هفرش تاني كده، وبعد كده هعمل اخر حاجه برضو فكره المربى، المعلقه الباقيه مع السكر والقرفه الاخرانيين كده اهو، واحط رشه من السكر والقرفه اهو طيب. عايزه بقى الفه عكس بعض كده، يعني انا عايزه اخد دي كده زي الرول كده اهو، ده رول، وهاخد التانيه ده زي اللي انت بتحبيه يا شيرو، زي الصنفه اللي انت بتحبيها على شكل النضاره ده، عارفاه؟ ايوه، ما عند سيكو سيكو لا لا هيبقوا كده كده خلاص. هقطع بس الحته دي، انا عايزه اسويهم ببعض كده خلاص. ويبقى الصاج اهم حاجه، بس ان هو يبقى مش مفيهوش فراغ كده اوكي. وبعدين صاج هقطع بقى كده، احنا في كده تبقى كده اهي شكل دايره، ايوه، وهنا على شكل دايره. مدام سميره اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. ازاي يا حبيبه قلبي؟ يا حبيبتي تسلمي يا رب. اللحمة اللي انت عملتيها دي تنفع بالليل ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي، كل سنة وحضرتك طيبة وانت طيبة واسرتك كلها يا رب، في مصر وبره مصر يعني. نعم طبعا، يا نهار ابيض ده انا ابعتها لحد البيت. الله يخليك يا حبيبتي، بس هما مش كتير، بس انا هكمل عليهم ولا يهمك. طيب خلاص انا مستنيه. قولي لي بس عدد الافراد، عدد الافراد بس قولي لي عدد الافراد بس وحضرتك بألف صحة وسلامة يا رب. ده حاجة عملتيها لنا، بقول له مهتم فيه على معايدتك ومدام حبيبتي روحية وكل الناس اللي عايدوا عليها. تسلمي يا فندم، تسلمي والله، كل سنة وحضرتك طيبة وكل اخواتنا المسيحيين طيبين. طيب الله يخليك، يوصل يا فندم يوصل، هم سامعين حضرتك في كنترول. تسلمي يا حبيبتي، انا عايزة بقى اللحمة الباردة. حاضر من عيوني، نعملها. تسلم عينك. عينينا ليكي مدام سميره، شرفتيني ونورتيني حبيبه قلبي، شرفتوني والله، تسلموا ميرسي. طيب احنا هنعمل كمان ادي كده اهو، دي طريقه لطيفه، ممكن يبقى ارق من كده، بس احنا بقى لو حاشينه شوكولاته وبتاع هيبقى جميل. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ خليني احطه هنا.
اخر واحده كده. العجينه دي سهله وبتطلع حاجات كتير ومش محتاجه تعب، ممكن اي بنوته صغنونه تقف تعملها على فكره، يحبوا قوي هما اللعب في الحاجات دي جدا. انا بس بحاول كده عشان اديها الشكل الدايره. ايوه خليهم بقى بعيد عن بعض شويه. عندي بقى اخر حاجه اللي هي البيضه او صفار البيضه، هكسر كده بسم الله البيضه هياخد كده، وهحط الصفار ده في الفانيليا وهشيل البياض ده على جنب، اتفقنا ما بنرميهوش لان احنا ممكن نجمعه ونعمل منه مرنج حلو جدا، وبرده اصناف تنفع الاطفال لطيفه جدا. فانا اخدت اهو على الفانيليا الخام، هحط عليها بس رشه صغيره من القهوه ولو اني انا مش محتاجه، وبنفس الفرشه هقلبهم مع بعض كده، وهدهن وش العجينه بتاعت الباف بيستري اللي انا قطعتها دخلها الفرن. تاخد حوالي 12 دقيقه، من 8 ل 12 دقايق. احنا الفرن سخن قلنا 180 على الشبكه في النص، هعمل بس كده مسحه خفيفه عشان طبعا في الفانيليا هتدي له ريحه حلوه جدا، ما تقلقوش ما فيش زفاره، الفانيليا الخام كمان اقوى بكتير من الباودر. خلاص ونبدا. عايزين بقى ترشوا عليه رشه سكر بقرفه تاني، انا هعمل كده. عايزين تحطوا تمسحوه بالمربى اللي يعجب حضراتكم، في مليون الف حاجه، بس هو سريع وجميل ويعني حاجه شكلها حلو ومختلفه، وبرده تجهيزها ما بياخدش وقت طويل كده. عارفه ان لسه في ناس ما خلصوش امتحانات زي حالاتي كده مع الولاد، لكن ربنا ينجح الولاد كلهم بجد، حتى اصحاب ولادي ومامهاتهم يا رب، وحبيبتي شيرو، كل اللي سامعنا وكل اللي اولادهم بيمتحنوا كبار ولا صغيرين، ربنا يفرح قلبهم بيهم يا رب. شيري قاعده تقول يا رب يا رب. قصه طلعت تاني انا هعاقب الكوافير ده. حاضر كده ندهنها بقى كلها، وبعدين ما بلاش امان دي، انا جوزي يقولي انا بقيت عايش مع عقيد شرطه ولا ايه؟ اللي كل حاجه امان امان امان. قلت له امان امان ايه امان دي؟ انا تعبت في الموضوع ده جدا. طيب كده هعمل بقى ايه؟ رشه كده من السكر والقرفه خفيفه، عارفين تدي تيست كده بس حلو، والريحه والله ريحه الفانيلا الخام اللي هي السايله يعني حلوه جدا، وعند العطار. ونجيب ازازه صغيره كده اوريكم شكل الازازه بتاعتي اهي، بصوا تغرقنا يعني، ازازه زي دي صغنونه، في منها احجام في اكبر وفي ايه، هنجيب الصغنونه دي زي الفل. طيب اخد بقى ده واحطه في الفرن 180 على الشبكه في النص اهو، لحد ما يطلع معانا، هو ما بياخدش وقت، من 8 ل 10 دقائق فقط. طيب هشيل بقى دول، عندنا وقت قد ايه نقول الوصفه اللي جايه؟ والله يعني نلحق مش هنلحق. طيب خلاص خلينا نقول بس احنا عملنا ايه بالنسبه للستاك تاني، عشان لو اصدقائنا يعني عجبتهم الوصفه يبقى احنا برضو قلنا لهم لسه داخلين حالا. طيب احنا عملنا ايه؟ انا اخدت اللحمه الستاك اول تكون من الانتر كات، يعني احنا بننقي الحته اللي تعجبنا بناخدها، وبعدين رشه ملح فلفل بهارات لحمه، حطيت عليها رشه واحده معلقه واحده من زيت الزيتون، عملتها من ناحيتين يعني رشيت التوابل من ناحيتين، قلبت اللحمه وحطيت من الناحيه الثانيه، وبعدين سخنت جريل كتير جدا على النار، بعد ما سخن حطيت معلقه من زيت الزيتون ورحت منزله اللحمه، عملت الصوت اللي احنا عارفينه وبدات اللحمه ايه تمسك نفسها، ما رضيتش لا اهزها ولا احركها ولا ادوس عليها بالمعلقه الخشب، لان حضراتكم كده بتطلعوا السوائل من اللحمه غصب عنها، ومهما استوت هتفضل ناشفه وتحسوا اللحمه متفله، فدي برده من الحاجات اللي مش صح. طيب سبتها وبعدين رحت قلبها كل دقيقتين تقريبا، انا بقلب اللحمه كل دقيقتين اقلب اللحمه على الناحيه الثانيه على الناحيه الثانيه لحد ما يعني شويه كده حوالي 10 دقائق، وبعد كده جبت طاسه ثانيه حطيت فيها معلقه من زيت الزيتون، ممكن نحط معلقه زيت زيتون ومعلقه من الزبده، وبعدين حطيت بصلايه معلقتين ثلاثه بصل مفروم مع معلقه ثوم مفروم، شوحتهم حطيت معاهم فلفل حار، وده اختياري لو حضراتكم مش حابين نحط مكانه فلفل بارد عادي. انا النهارده عملت الوصفه بالفلفل الالوان المشوي في الفرن او على عين البوتاجاز، حطيتها على الغاز وبعدين حطيتها في كيس نايلون، فصلت القشره عن الفلفل، خدت الفلفل وقطعته حتت صغيره، اضفته على الثوم والبصل والفلفل الحار،
وشوحتهم مع بعض. عندي مشروم حطيته، لو المشروم فريش هحط رشه من عصير الليمون واديله يعني تقليبه كويسه، بياخد وقت شويه في السوا. وبعد كده خدت شويه الصويا صوص حطيتهم على اللحمه، على اللحمه الاستاك. بعد ما وصلت الاستاك ده وصل مثلا حوالي 60% 60% تسويه، وبعدين حطيت عليهم الصويا صوص، سبتهم مع بعض يغلوا، وبعدين ضفت شويه من مرقه اللحمه، شويه حوالي نص كوبايه او كوبايه على حسب برضو كميه اللحمه اللي حضراتكم عاملينها. بعد كده خدت الخضار اللي انا شوحته في الناحيه الثانيه اضفته على الصوص ده، وضفت شويه تاني من الشوربه، سبتهم يغلوا مع بعض شويه كمان، وبعدين اضفت الكريمه في الاخر. كل اللي زودته بهارات لحمه، رشه ملح وفلفل، ورشه من القرفه، تدي ريحه وطعم. اللي عايز يحط جوز الطيب يحط، تبقى طعمها حلو جدا. تتقدم مع رز ابيض، وممكن من المقابل نعملها مع خضار سوتيه في الفرن. رشه زيت زيتون، رشه ملح وفلفل، توم باودر او ممكن ما نحتاجوش خالص، نحط توم عادي، وروز ماري، وبعدين جوه فايل على ورق زبده طبعا، وبعدين تحته الفايل، وادخلها الفرن. ما اقفلوش للاخر، لازم اسيب فيه حته علشان ما يتسلقش، يبقى مشوي. اسيب فيه حته كده وادخله الفرن يطلع يتقدم مع اللحمه الستيك. ان شاء الله يا رب تبقى الوصفه يعني خفيفه ولطيفه. عملنا البسكويت من الباف بيستري، ما عملتش فيه حاجه خالص، اني فردت العجينه، حطيت معلقه من المربى او من الشوكولاته او من اي حاجه حضراتكم حابين تضيفوها، ورشه من القرفه بسكر، معلقتين ونص معلقه قرفه، حطيتهم مع بعض. عملت الرولات بس مش زي السينابون او مش زي الرول، عملتها عكس بعض بالطول، الرولين جم على بعض، لفيت هنا شويه هنا شويه، وبعدين قطعتهم بالسكينه، رصيتهم على ورق زبده، حطيت من فوق صفار بيضه مع فانيليا وحاجه بسيطه جدا من القهوه سريعه الذوبان، دهنتهم، رشيت رشه من السكر بالقرفه، دخلتهم الفرن 180 على الشبكه، تاخد حوالي 8 دقائق او 10 دقائق. بصوا بصه كده، شوف بدات تفرد ولا ايه اللي حصل لها، او بصوا بحضراتكم ده شكلها بدات بقت يعني شويه. خلينا على مسافات عشان مش هتبان. طيب خلاص، طيب لحد ما يطلع وخلاص، يعني حاجة بسيطة. إن شاء الله بكرة بإذن الله نعمل مع بعض البسكويت الكريسماس أو كوكيز الكريسماس بالشكل اللي اتفقنا عليه، الكانزي كان لطيف مع وصفاتنا التانية. مش ناسية سلطة الرنجة يا أم إسلام، حاضر من عيوني الاثنين، هنعملها بإذن الله. وتحياتي ليكم مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين في كل مكان، وسلام عليكم.